نروح بقى على نوستالجيا الاهلي. وزي أيوة. النهارده 25 مايو ولكن من عام 1979، ده كان يوم ميلاد سيد معوض نجم النادي الاهلي السابق، وهو طبعا من مواليد محافظه الفيوم. ابتدى مشواره ناشئا في نادي الفيوم، ثم انتقل لنادي الالومنيوم، ثم بعدها الى نادي الاسماعيلي. الكلام ده سنه 99، كان وقتها تحت 19 سنه، وتم تصعيده للفريق الاول في نفس العام. استمر مع النادي الاسماعيلي لمده 8 مواسم متتاليه، وساهم من خلالها في فوز الاسماعيلي ببطوله الدوري العام. طبعا لعيب كبير جدا، ومن الناس اللي طول عمرها محبوبه من قبل جماهير النادي الاهلي. بص، في ناس كده ما بتتنسيش يعني. صحيح. بجد يعني، ولحد دلوقتي الناس فاكره لهم اجوال معينه وماتشات معينه. لو هنتكلم عن سيد معوض في صيف كمان 2008 تحديدا، هو انتقل للاهلي واستمر فيه لغايه لما اعتزل 2014، وساهم اكيد مع اللعيبه مع الفريق في فوز الاهلي ببطولات كتيره. كان 4 بطولات للدوري العام، 3 بطولات السوبر مصري، 3 بطولات لدوري ابطال افريقيا، بطوله لكاس السوبر الافريقي كان مع منتخب مصر، وكمان ساهم في فوز المنتخب بكأس العالم. ده حاجة أو ده تاريخ مش هيتنسي، 2010 وأفريقيا كمان، كأس عفوا الأمم 2010 وأفريقيا 2008. وبعد كده انتقل للعمل في مجال التدريب. فشخصية مش بس موهوبة، شخصية كمان محبوبة جدا. فخلينا نروح نتابع ونرجع نكمل. كل سنه طيب يا كابتن سيد، وبعود الايام وحشتنا كتير قوي من ايام النادي الاهلي والبطولات اللي انتوا حققتوها مع النادي الاهلي، وليك تاريخ طويل قوي في النادي الاهلي، ونقول لك كل سنه طيب. احب اقول لكابتن سيد معوض كل سنه هو طيب، وربنا يوفقه مع المنتخب ان شاء الله. يعني تاريخك احنا كاهلاويه مش هننساه، واللي انجزته مع النادي الاهلي بنقدره لك، ودايما يا رب كده تكون ايه في مركزك الجديد مع المنتخب في تقدم دايما مستمر، وربنا يوفقك دايما يا رب. اقول لكابتن سيد معوض كل سنه وانت طيب يا كوتش، وربنا يوفقك مع المنتخب عقبال لما تيجي كده تدرب الاهلي ونشوفك دايما معانا. كابتن سيد معوض يا اجمل باك شمال في مصر، كل سنه وحضرتك طيب، وربنا يوفقك مع المنتخب ان شاء الله. لا، ده انسان مؤدب وانسان اخلاقه كريمه، وكل سنه هو طيب، وربنا يديله طول العمر والف سنه. كابتن سيد معوض نجم كبير دايما فرحنا، واحب اقول لك يا عم انت طيب، وان شاء الله دايما في توفيق وحياتك كلها خير ونجاح باذن الله. كل سنه وانت طيب. على فكره كابتن سيد معوض من اللعيبه المميزين والمتميزين. احب اقول لك كابتن سيد معوض كل سنه هو طيب، ويا رب كده تكون سنه سعيده عليه، وربنا يوفقه ان شاء الله مع المنتخب. احب اقول كابتن سيد معوض كل سنه طيب، وان شاء الله يعني نشوفك ان شاء الله المدير الفني كده، وربنا يوفقك في المنتخب يا رب. كل سنه هو طيب، وان شاء الله ربنا يوفقه في المنتخب، و ان شاء الله يجي يعني هنا في جهاز النادي الاهلي ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا كوتش، وربنا يوفقك ان شاء الله من نجاح لنجاح، وان شاء الله نشوفك في الجهاز الفني النادي الاهلي. كل سنه وحضرتك طيب.